نروح للفيفا والحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، واللي هنأ النادي الأهلي بمناسبة افتتاح الملعب الجديد، وقال فيفا عبر تويتر: تهانينا للشياطين الحمر افتتاح الملعب الجديد. اللقطة دي عجبت جماهير النادي الأهلي قوي يا أحمد، هو الحقيقة إن فيفا يهنئ النادي الأهلي. مش بس فيفا، هو الحقيقة ويمكن هنرصد ده في واحدة من فقراتنا النهاردة، في ردود أفعال عالمية الحقيقة، والأهلي الحقيقة ليه جمهور في كل مكان في العالم. صحيح الجزء الأهم والجزء الأغلب والقطاع الأعرض من جمهور النادي الأهلي موجود على أرض مصر، لكن ده ما يمنعش أنه الكيان ده ليه جمهور وعشاء في كل مكان في العالم. عشان كده بنقول دايما أنه اللي بيلبس تيشرت النادي الأهلي ليه حقيقة مكانة خاصة جدا عند ملايين الناس. اللي بيلبس تيشرت النادي الأهلي بيكتب تاريخ وبيتحمل مسؤولية وبيفضل عايش في ذاكرة مش بس الجيل الحالي اللي شافه وتابعه وبيشجعه، لا ده بيفضل عايش في ذاكرة أجيال جاية وجاية، وإحنا نفتكر معاكم أساطير ما زالت اسمهم أساميهم عايشة معانا لغاية النهاردة.